للتدخل الأجيال الحمار هذه صحتي مشات فيها وضعت فيها واليوم احنا راه ما بغينا حتى مشكل ولا ما داخلين السياسه ما داخلين والو احنا بغينا العمل وبغينا نخدموا وهاد الناس كاملين اللي معنا المشكله الاولى اللي عندنا احنا هي تاخير الاجور اولا قبل لكم هذه شهرين قبل من هاد الشهرين داروا لنا نفس المشكل وفي رمضان اعطونا 50% من الماندا وهذه الشهرين عاوتاني مازلنا الى حد الساعه اليوم اللي فيها 28 مازلنا ما تخلصنا حنا رانا مأزمين وبغينا العمل حنا راه ما بغيناش سميتو حنا بغينا اذا كانت الخدمه نخدمو وشي حد يقعد معانا ويتحاور معانا ونعرفوا المشكل شنو هو حنا راه تشردنا وتشرد اولادنا اذا كان حق اذا كان عندنا حق بغينا نعرفوه وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كنا كنخدموا في واحد الظروف اللي هي لا علاقه لها بظروف العمل كنضربوا 12 ساعه في 12 ساعه يعني في ظروف مزريه للغايه كان ما كاين لا تغطيه صحيه لا والو كيبوانتيو لينا النهار كيقول لك احنا كنبوانتيو لكم لا سينيسيس ولكن كيبوانتيو لينا غير النهار اللي كنخدموا فقط فاش مشينا كنسولوا يعني الا بغيتي تدفع شهاده طبيه ولا شي ما كاين حتى شي تعويضات واغلبيتنا واغلبيه ديالنا كنمشيو على رجلينا ونمشيو على رجلينا واحد العام كتقول لك كيقول لك الا بغيتي تخدم اجي على رجليك ولا سيل على رجليك ملي كتهز شي وحده راسها تهضر ولا تدافع على الحق ديالها كيقول لك واش داير عندي هنايا النقابه ما يعاودش يعيط لك حنا دابا بغينا هاد المسؤولين حنا دابا هما حتى واحد ما درنا ديجا درنا حنا وقفه احتجاجيه حنا كعاملات لان وقعنا في نفس الموقف حبسات الشركه قالوا انهم غادي يفلس ودرنا وقفات احتجاجيه حتى واحد ما جا عندنا النهار اللي مشينا قال لك ترجعوا للخدمه من بعد غادي نسولكم وضعيه من بعد خدمنا ما كاين حتى حاجه من هذاك الشيء ولا اكثر من هذاك الشيء اللي كان كيتعطلوا علينا في الخلاص مثلا احنا كتخدم في الكنزه يلاه كتجيب 4 ايام 5 ايام كيتعطل عليك هو في الخلاص حتى ال 10 في دوز 10 ايام في الكنزه الاخرى عاد باش يجي يخلصك حتى كنجيو نوقفوا هنايا عاد باش كيخلصونا واغلبيتنا اللي مراد اغلبيتنا اللي مطلقات اغلبيتنا اللي كاريات يعني ظروف لا علاقه لها بظروف العمل حنا دابا هاد الناس قال لك بغاو يحبسوا ولكن حنا همشونا نهائيا ما داروش بحسابنا تفاهموا مع الاخوان ديال الاجرين لانهم يعطيوهم 50% ولكن حنا ما ذاكريناش نهائيا حنا بغينا هاد الناس حنا نشوفوا المصير ديالنا اشنو هو واش اللي ضاربه معاهم 13 عام اللي ضاربه معاهم 7 سنين اقل وحده يمكن نقول لك ضاربه معاهم 4 سنين 5 سنين اقل وحده دابا حنا كنطالبوا بهاد الناس هادو يجيو ينزلوا معنا يتنازلوا شويه يجلسوا معنا حنا كنخدموا بكرامتنا الخدمه كنخدموا بكرامتنا ما كنجيوش الاخر يعني نسعوهم كنا كنزيدوا ساعه ديال العمل ما كتزادنا حتى 10 دراهم ما كتزادش الساعه ديال الغداء اللي عندنا الحق فيه اننا نجلسوا ناكلوا ما كناكلوش خاطرنا كنوضوا كان ملي كتكون السلعه كنخدموا عمل متواصل 24 ساعه مثلا من 8 الصباح حتى 8 الليل من 8 الليل حتى 8 الصباح وتخيل انك تبقى تقيل خدام وتبقى تخدم في الاخر تمشي على رجليك واغلبيتنا كنسكنوا بعاد وتخيل الا خرجتي مع جوج ديال الليل تلقى معك الشمكاره ولا شي حاجه اشنو ورغم ذلك كنا صابرين وكعيطوا لينا شركات اخرين نمشيو نخدموا كان لكن الاولويه كنمشيو للشركه لان حنا كنا خدامين كنجيو لهنا كنخدموا خدامين مع هاد الناس وهذا هو اللي حنا كنطالبوا دابا هاد الناس يشوفوا معنا شي حل اشنو يديروا معنا بغيناهم غير يتنازلوا واحد شويه ويحسوا بينا حسوا بينا حنا دابا اغلبيتنا ما مخلصينش الكرة كيفاش انك واحد المياوم ولا عامل ولا اجر خدمتي خدم معك 8 سنين
8 سنين متواصله وفي الاخير جيت همشوا بهذه الطريقه. هذه ماشي معقول، ماشي معقول. وتحياتي وتحيه للجميع وشكرا لكم. مستخدم في شركه ابتيفيش، مسؤول عن شاف ديال الاصل. احنا بالنسبه لهذه الشركه هذه لها تقريبا من 2012، اللي هي تقريبا نقول 12 سنه ونص احنا نشتغل مع هذه الشركه. ولحد الان كيقول لنا عنها الشركه موقفه، وهي تبارك الله انيمير، هي تابعه لجروب انيمير، عندها شركه صغيره وانيمير معروفه في الداخل. قال انت مدرك التماطل في الاجره، اللي هي تقريبا هذه يقول هذه شهرين، ثلاث شهر دابا، هذه ثالث شهر دريك شهر تسعه احنا ما فتنا خلصنا. وهذا هو الطماطم من المسؤول، شكون هذا المسؤول؟ شنو المشكل؟ ولا احنا لحد الان ما رينا حد مسؤول يقعد معنا. اللي اي الناس اللي هون كلها يتهرب يقول لك انا ما عندي مشكلكم، انا مشكلكم مو عندي، عندي مسؤول ثاني ولا هذا. ولحد الان هذا هو المشكل، اللي ما رينا مسؤول عنا يقعد معنا. احنا ندرك عنا الحال مسؤول، انا تقريبا داروا لنا معنا الوحده، قالوا عنهم فرضوا على واحد عنه يجي ربما يقعد معنا شوي وهذه. لحد الان ما رينا حد، قالوا عنهم اللي يخلصونا ربما ما كيف الطريقه اللي كانت على طريق عن طريق البنك وهذه، اللي يجيبوا لنا فلوس هذا. لحد الان ما رينا لا هذه لا رينا هذه. قلنا ودي غير خلصونا باش ما بغيتوا، احنا المهم في التفاوض معاكم ونشوفوا هذا. المهم كاين شي مسائل اللي احنا ما فهمنا، احنا بغينا احنا الشغله باين نخدموا، ما عندنا مشكل، الخدمه ما وقفناها. ولكن المشكل كيف قلت لك لحد الان ما فهمنا هذا. معنا عاملات، معنا عمال، معنا كيف قلت يباتوا هون ويضلوا هون، والناس الله يحسن العون، الناس كامله كاريه، والناس وليداتها المدارس هادشي راك عارف المشكل كيفاش هاي. ونتمنوا، كنتمنوا خير، نتمنوا تفاوض. لحد الان كيف قلنا ما جاناش حتى مسؤول، ما جاتنا اللي هي مندويه شغل، ما جانا حتى حد مفوض لحد الان، ما خالق شيء من غير السلطه. البارح جاتنا شوي ما هذا ومشاو. المهم احنا لحد الان قدام الشركه كيف قلنا ما رانا، ما جانا حد، ما لحقنا حد. هذا من 12 البارح الى حالا لحد الان ما رينا حد. هذا هو اللي كاين. والسلام عليكم وشكرا.